النهارده والاحتفاليه الجميله اللي احنا فيها وحضرتك تشرفينا. اعتقد انه مصر الحديثه اللي هي ما بعد 2014 محتاجه للفكر، والفكر والثقافه دول لازم المؤسسات المدنيه اللي بنسميهم القوى الناعمه، المؤسسات المدنيه والجمعيات اللي عايزين يقضوا عليها، علشان ربما في واحده ولا اتنين شاذه باموالها، لكن باقي الجمعيات دي دي لخير مصر يا جماعه. ومنها المؤسسه الثقافيه لتويرس، المؤسسه دي ترعى الفكر والدماغ المصري، العباقره المصريين الفراعنه اللي هم باي جينز، بكل الجينات لسه العبقريه موجوده، بتطلع لنا كتاب وبتطلع لنا مفكرين، وهي بترعاهم وبتديهم جوائز. عشان كده انا موجوده هنا علشان اشجع الشباب الصغيرين اللي ان شاء الله ربنا يكرمنا بيهم.